السلام عليكم، عمر قسطيط، بطل المغرب 4 مرات وبطل افريقيا الحمد لله. ضررنا بهذا، وقفونا على الرياضه، ضررنا لنا، وكنطالبوا باش يفتحوا لنا الانديه ديالنا. كنا ماشيين في واحد المسيره، دابا وقفونا، هرسونا، وكلشي متضرر، لا التلميذ لا المدرب وكلشي. دابا كنطالبوا يفتحوا لنا الانديه ديالنا ورجعوا نتريدوا ان شاء الله كيف ما كنا. السلام عليكم، كيف ما كتعرفوا حنايا بعد الوقفات هادو راه ماشي وقفه الاولى وماشي الثانيه، راه عده وقفات. الصراحه راه وصل الكيلو الزوبه حنايا، هادشي هذا كامل، هادشي هذا كامل، علاش كنجيو لهنا كنتحرقوا في هاد الشموشات وهادي كاع على لقمه العيش لولادنا. راه هاد المسؤولين دائما كيعطيونا، يعني كيعطيونا شي مسائل اللي هي كيقول لك يعني يكون خير ان شاء الله، وكيمددوا بينا المده، يعني المده طولت بزاف. راه حنا 7 شهور دابا، 7 شهور حنايا كنعانيو، وماشي غير حنايا، يعني الانسان اللي كيهضر يعني ما كيكونش شخص واحد، كيكونوا عنده الخدامه، كيكونوا عنده شغالين في المحل ديالو، القليله كل واحد يعني القليله عنده 6 7 العائلات خدامين معاه. والمشاكل ديال الموالين الكرا يعني كيبقاو يتصلوا بينا، التهديدات، كيقول لك غنسد لك، غنوصلك المحاكم. هادشي هذا راه يعني الصراحه هادشي هذا راه طول بزاف، وحنا على هادشي هذا يعني ولينا، فهمتي، ولينا كنخمو في المشاكل يعني اكثر من اللي كنخمو في شي حاجه اخرى، وكنطلبوا من هاد المسؤولين، يعني من هاد المسؤولين هادي يشوفوا معنا شي حل. وانا كنظن بان يعني كلهم كيقولوا بان هادشي هذا ماشي من الفوق، ويعني هاد القضيه ديال ماشي من الفوق، حنايا كنعرفوا بان الفوق هو يعني صاحب الجلاله نصره الله، يعني الرياضي الاول، ما يمكنش يكون هو يعني اللي كيعطي هاد الاوامر هادي. يعني الا كان يعني الامور هكا، يعني الانسان مع سنه، حنايا كنقولوا حنايا على الله يكون خير هاد السيمانه، يعني الله يكون خير هاد الشهر اللي ماشي. بالحق هادشي هذا يعني ما كيزيدش، يعني ما كيزيدش يتوضح، يعني ما كرهناش يعني شي حل في اقرب وقت. نتمنوا على الله، نتمنوا على الله يكون شي حل في اقرب وقت. والصراحه الا كانوا مثلا هاد المسؤولين هادو كيشوفوا بان هاد الوقفات هادو يعني فهمتي يعني ما كيعطيوهاش الاهميه، راه حنا الصراحه راه يعني تهدينا وتدمرنا، وخلينا فهمتي يعني راه كل واحد تسمع المشاكل ديالو، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني الناس عندها الكريديات، الشيكات، الروينه، كل شيء تابع. ونتمنوا هاد الناس هادو الا ما كانوا شي مثلا باغيين يعطيونا الحق في الفتح ديال القاعات الرياضيه باش نخدموا على راسنا وخدموا على ولادنا وما نشردوش الناس اللي معانا، يعوضونا ما يخليوناش هاد الطريقه هادي. يعني حنا ما كنشوفوا حتى شي تعويض، حتى شي كلام يعني صائب، حتى شي حاجه. حسبنا الله ونعم الوكيل، والدعوه الله ان شاء الله.